قديم انا حبيتك اه، بس انا مش هخلي حبي ده ياثر على علاقتي ببنتي. ما تسعش عشان هبقى شايفاك. يا لهوي، حاضر خشي بقى. في ايه في ايه؟ عايزه اقتلك عشان اخلص البشريه منك. وتخلصي البشريه مني ليه ومحدش تكلم؟ مش عايزه غلط. دي اول مره حضرتك تعتمد عليا في حاجه. سيبني، انا لو مكانك هعمل كده. قلت لها ايه شقلب كيان على الصبح؟ انا لا قلت ولا عيب. انت ما تضيعيش مستقبلك عشان واحد تافه زيي خالص. ايه ده؟ معاك حد هنا ولا ايه؟ وصل الامر ان انا احبسها. احبسها تلاقيها وتحطها في المخزن اللي كانت فيه قبل عماد ما يهربها. هيحصل يا باشا. حل اللي بينك وبين اختك، ما تسمعيش كلام حد. مامي ما بتحكيليش غير عني. انت ذنبك ايه كل ما اشوفك اكلمك في مشاكل؟ انت شفت بنفسك الغلطه معايا ملهاش علاج. طب انا هديك فرصه تثبت بيها انك راجل يا مرحى. طب خليك ورا داليا دي، هتوصلك لما نروح. عدي عليك بكره بيت معايا وندخل مع بعض عشان اللي ما اتكلمش يتكلم. كلام برضو اللي حصل امبارح غلطة وصلحتها. طيب يا ريت تكون رجعت عن اللي في دماغك وبلاش محاكم وفضايح. في الحقيقة أنا طلقتها. طلقتها؟ أيوة، كان لازم يحصل من زمان. أنا عمري ما حبيتها، ما كانش في بينا أي مشاعر، عشان كده أنا كنت متفق معاها إن إحنا نأجل موضوع الخلفة شوية، لأني كنت متأكد إن في يوم من الأيام حولها لأ خلاص مش هينفع نكمل مع بعض. طب وكنت اتجوزتها ليه؟ ولا تكونش بتغزني؟ عشان ارد لك الالم اللي انت اديتهولي. اصرارك على الطلاق كان بيذبحني. عارفه احساس انك تبقي عايزه حد وهو مش عايزك؟ احساس قاتل. طب انا كمان يمكن كنت بصلح غلطه. يمكن تكوني هترتكبي غلطه افظع بجوازك من نديم فخري. راجع نفسك يا ملك، ويا ريت تحطي رنا قدامك قبل ما تاخدي اي خطوه. ومين قالك اني ما عملتش كده؟ خلاص، لو انت عملتي كده فعلا نبقى متفقين ونرجع لبعض. والله الحل ده لا جه في دماغي ولا عمري فكرت فيه صراحه. طب نفكر، نقعد مع بعض، نفتح قلبنا لبعض، نشوف ايه اللي مزعلك. وانا وعدك ان انا اكون انسان جديد، بدل ما تستعجلي وتخسري بنتك. هو انت جاي تهددني ولا جاي تتمسكن؟ هو ده العيب اللي كان دايما بيضايقني منك، الاهانه. بس انا عمري ما هنتك يا حازم، وبالذات في فتره جوازنا. هو ده اللي انت فاكراه بس؟ مش فاكره اي حاجه حلوه بينا؟ في حد من البي ار بتوع مستر نديم لسه مكلمني وبياكدوا على حضورك الليله. Thank you.
هيقفلوا بيك. بتتكلم بجد؟ تتجوزيني؟ انت مجنون. انت ازاي ما تقوليش؟ انا نديم يعمل فيا كده؟ يا عقلي بلاش جنان. انا همشي. بقولك بلاش جنان، هو كان عايز يعمل لها مفاجأة، ايه المشكلة في كده؟ انا مش عارفة اتنفس. انا مش هقعد. بقولك هو مركز معاكي قوي دلوقتي. نديم عمره مركز معايا. ده اللي حصل. من دلوقتي انت تحلمي وانا احقق لك احلامك. انا فعلا حاسه اني بحلم. احلم؟ أنا بحب الجنان. أنا بحب. ايه كل ده؟
سايبيني كل ده قاعده لوحدي ليه يعني؟ عادي بقى بنتحاسب وبتاع. ما يكون ضحك عليك، ده نصاب كبير. خلي بالك كل حاجه كاتباها هنا اهو. لا والله، وانصب على مين دي؟ ما تخافيش على صاحبتك دي، تنصب على 20 واحد زي دي جانجستر. ما تقلقيش فلوسك هرجعها لك على دار مليم، بس ترجع لي فلوس الاول. طب بمناسبه فلوسك بقى، في حاجه مهمه هي مكسوفه تقولها لك، بس انا عايز اقولها لك. مكسوفه؟ دي بتتكسف؟ دي اكبر شرشحه في بلدك، صاحبتي اول واحده علمتني الانحراف. طب خدي ام دي. ده ايه ده؟ بص يا رشا، كل واحد هنا لازم يضمن حقه. انا لسه مقضيها دلوقتي على شيكات جوه عشان اضمن حقي عندها، هي كمان لازم تضمن حقها عندك، فبليز امضي الشيكات دي. ماشي امضي. ايه المشكله يعني؟ مش قلم؟ فين القلم؟ ينفع امضي بالروح؟ السلام على الازاز. ولا بالايلاينر؟ لا كده تو ماتش، كده لطافه قوي. بطلي كوميديا وانجزي، بطلعي قلم يا بنتي. خدي هو اني ما بحبش سنه، بس يلا بقى عشان ما كسفكوش. معلش تعالي على نفسك شويه. اديني مضيت لك على الدفتر كله عشان تضمني حق. ميرسي يا حبيبتي. ما ناقصش بقى غير اني اضمن حقي انا، وحد يقول لي اشوف بنتي ازاي. ما تلاقيش بقى الموضوع ده خالص، البنت دي محضره لك خطه، انما ايه؟ بيرفكت. En ce silence amer, j'ai décidé de pardonner. دي احلى مفاجاه حصلت لي في حياتي. لسه مفاجات كتير. في ايه تاني؟ تخطط لي ايه؟ انت هتشوفي بنفسك. نفسي ادخل جوه دماغك دي عشان اشوف جواها ايه. هيحصل شويه شويه. لا على طول. مره واحده كده. سمعتهاش كويس. بالعربي. سمعتي؟ وصلت؟ أنا برضو. لا ولا ما قلناش ولا ايه؟ قول لها. لا لا مش هقول لها. يوه انت هتقرفني بقى. خلاص اقعدي، رايحه فين؟ هقول لك اقعدي. بص يا ستي، البت دي جابت لك صوره طبق الاصل من المحضر اللي نديم فخري بيقول فيه انه ما طلقكيش وانك على ذمته وان كل المكتوب في جرايد والمجلات مجرد اشاعات. ايه رايك؟ يا صايعه، حلو ده. ولسه اقول لها بقى على بقيه الخطه ولا ايه؟ لا لا ما تشغلش بالي بتفاصيل، عشان الموضوع لو فكس انا هزعل، وانا مش عايزه ازعل. لا ما تزعليش الصراحه، احلى حاجه في البت دي انها مديها دماغها اجازه.
وهفضل مديها اجازه لحد ما تقولوا لي ان نديم اتقتل وان كل فلوسه بقت بتاعتي. ما تخافيش على رنا، انت مش طبيعي. عرفت ازاي اني بفكر فيها؟ بكره الصبح هتلاقيها قدامك هي والناني بتاعتها، وقبل ما ندخل اوضتنا النهارده هفرجك على اوضتها. مفيش مخلوق يقدر يمنعك عن بنتك. انا مبسوطه قوي. طيب هتنبسطي اكتر لو قلتلك المفاجاه اللي جايه؟ ايه تاني يا نديم؟ هفرجك كمان على اوضه مريم. بجد؟ ميرسي قوي. دي بقى هي المفاجاه الحقيقيه. انا مبسوطه قوي. انا عارف انك ما تقدريش تعيشي من غيرهم. دول روحي وقلبي. خلاص وزادوا واحد دلوقتي. مين بقى؟ مالكش دعوه. لا ماليش دعوه. ازاي؟ نعم نعم. ايه بس نعم يعني. ايه في ايه؟ اول مره تشوفني؟ تعال هنا. تحبني؟ قوي. من صاحبتك دي هتجنن امي. كل شويه في حاله، شويه مجنونه، شويه عقله، شويه مش عارف ايه. ايه قاعدين بتتوتروا؟ ولا اي حاجه. انا عايزك دلوقتي تيجي بس. تعالي 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 اقعدي لي في سيجاره بقى ننزل لك والنبي. يلا سيجاره. ايه يا ابني بالدماغ اللي الواحد عاملها دي؟ تشاو يا حبيبتي. باي. ما اصحاش اصلا من النوم بسبب خطتك الجهنميه دي. ما تقلقش خلاص. لا والله ماشي. يلا هكلمك. ها هكلمك تليفونات. ها يا بنتي الهوفر شغال 24 ساعة. فين الجوبين يا ابني؟ طبعا مش عايزة اخد جوينتات. انا مش عايزة افصل دماغي. انت خدتي سطرين وركبتي القطر وطالعة بقى. ها انا عايز انزل لو سمحتي. بليز لفي جوبين اول ما اخش استحمى والنبي. بليز يلا. زنان قوي. شوفش وشك هنا تاني. يلا في ايه؟ مفيش حاجة يا ملك، كله تمام. أنا بره، تصبح على خير. فتحت الباب ليه؟ أهو يوسف دي. أنا عارفة الراجل ده. الراجل ده اللي كان مع عماد القط. أنا فاكراه كويس. كده يبقوا عرفوا مكاني. وقعتيني معاكي الله يخرب بيتك. مين الراجل اللي فكني منه ده؟ انت مال اهلك مين ده؟ احنا لازم نقول لداليا كده يبقوا بيراقبوها. بس هنقولها ازاي دلوقتي وانت معكش موبايل؟ انا مش فاهم يعني ليه. ما تخلص اخلص شويه. اوكي انا هخلص. سؤال واحد وهخلص خالص. هو انا المفروض اقعد هنا ولا المفروض امشي دلوقتي ولا اعمل ايه؟ Thank you.
ملك ألف مبروك. طارق، المفاجأة دي ربنا يبارك فيك وعقبالك. إن شاء الله. أعرفك ابن عمي طارق. أهلا وسهلا. ألف مبروك يا فندم. الله يبارك فيك. حلوة أوي المفاجأة دي. ميرسي، أنت منور. ميرسي، ثانك يو. مساء الخير. بعد إذنكم. اتفضل. اتجوزت؟ اتضح ان المسج اللي جات لها لما كانت قاعده عندنا هنا في البيت وقامت تجري واتلخبطت كانت من نديم فخري بيطلب منها انها تحضر ايفنت مهم. يا ابني انا عارف ده كله، انت هترغي في دماغي ليه؟ اهدى يا فهمي اهدى، هو ذنبه انها اتجوزت؟ كمل يا حبيبي كمل. مفيش يا ستي، وصلنا هناك اكتشفنا ان لا في لا ايفنت ولا حاجه، وده فرح نديم فخري على ملك. طب مريم، مريم فين يا حبيبي؟ ما جبتهاش معاك ليه؟ مريم هتعيش معاهم. نعم؟ هتعيش معاهم يعني ايه؟ هتعيش معاهم. ما ترد يا ابني. الله، ما تهدى يا فهمي، ما تهدى. بقول هتعيش معاهم. طب هو يعمل ايه يعني؟ هيشدها من دماغها ويجيبها لغايه هنا؟ لا، يسيبها لهم، يسيبها لاختها الصالحه وتبقى بصفها، وكل اللي انا عملته ده يهدهولي بثانيه واحده. عارف يا ريت، انت هتموتني ناقص عمري. والله هتموتني ناقص عمري. الله، ما تهدى. امال هو ذنبه ايه؟ ذنبه انه كان لازم يرجع بيها يا ناديه. الله، في ايه؟ ايوه يا ابني افهم بقى، حد يبقى في ايده ساعه الماز ويرميها كده ويسيبها ويمشي؟ ها يا ابني، دي مفتاح الكنز وفي ايدينا، تسيبه تروح تديه لناس تانية غيرنا؟ حرام عليك، حرام عليك يا بابا. طب انت كنت عايز ايه؟ اسكت بلا بابا بلا نيلة. بابا ايه ونيلة ايه؟ ما تعملش حاجة يا حبيبي، خلاص خليك جنب امك. سيبني انا بقى اللي هعمل، افكر بلا بابا بلا نيلة، سيبني افكر هعمل ايه في اللي جاي. ماشي؟ اقعد اقعد يا حيلة جنب امك. النبي دلعي الحيلة على قد ما تقدري يا حيلة ماما. تعالى اقعد جنب ماما. حاضر، هقعد جنب ماما، اتفضل. يعني الراجل ده جراله ايه؟ ماما عندنا اي حاجة تتاكل؟ عشان انا واقع. ذوقك حلو قوي في كل حاجة. أنا ذوقي حلو عشان اخترتك. مش شايف إنك استعجلت. أنا اتأخرت. بس أنا في حاجات كتير متعرفهاش عني، كان نفسي أحكيها لك عشان مبقاش خبيت عليك حاجة. أنا ما يهمنيش اللي فات، اللي يهمني اللي جاي. اتفق ان احنا بنبتدي النهارده.